طبعا هو نفس القصه، انا بتكلم هنا على الالكتريكال موتور فور الكتريكال فيكل، يعني العنوان بتاعنا النهارده ايه هي المواتير الكهرباء اللي تنفع تركب في السيارات الكهربيه، ايه هي التقنيات بتاعتها التكنولوجيز والنظره بتاعت السوق للمواتير دي. طبعا احنا عارفين ان كل نوع لازم يبقى له بروس اللي هو المزايا والكونز من ناحيه الموتور. يعني انت دلوقتي هتيجي تقول لي والله الموتور ده 5 كيلو، طب الموتور ده كبر شويه، البرش مثلا في منه 5 10 20، طب انا عايز 30، لا مفيش منه، في برش لس. فانت كل موتور الشركات بتطلع منه رينج معين، مدى معين، قدره معينه. فمهم جدا انت تقرا في الموتور الباور، وبعدين تقرا التورك، التورك اللي هو العزم، كثافه العزم، التورك دينستي، تمام. وبعد كده تقرا الكوست، هل الموتور ده لو انا اجي اركبه في عربيه نيسان، تمام، او اركبه في عربيه مش عارف سعرها رخيص شويه، غير لما اجي اركبه في عربيه تسلا. فانت السعر هيفرق معاك، سعر الموتور هيحدد السعر التوتال بتاع العربيه كلها. والكريتيكال ماتيريال، المواد اللي بتصنع منها ايه؟ المواد اللي بتصنع منها هذا الموتور. فهيرجع تاني بقى بالتفصيل زي ما احنا شرحنا الانواع، هيجي هنا في نوع بيسموه بيرمننت ماجنت، يعني ممغنط دائما او مغناطه دائمه، اند ماجنت فري يعني بدون مغناطه، تمام. يبقى انت في عندك نوعين من المواتير، في حاجات ممغنطه دائما زي دي بيرمننت ماجنت اهي. طب بدا يصنف بقى البيرمننت ماجنت، في منه كام نوع؟ في منه نوعين، في نوع اسمه بيرمننت ماجنت موتور او بيسميه بي ام زي ده كده، تمام، وفي نوع تاني دي سي اللي هو بيسموه براشلس دي سي اللي احنا خدناها في الاول. يبقى ده شرح داخلي، واللي هناك انا موضح لك الصور العامه بتاعت مين؟ بتاعت هذا الموتور. طيب الماجنت فري اللي هو من غير مغنطه ده، يبقى في نوعين للمغنطه، في براشلس ده يعتبر بيرمننت ماجنت، البي ال دي سي ده بيرمننت ماجنت براشلس، والبيرمننت ماجنت موتور اللي هو الاي سي برضه بيرمننت ماجنت. طب اللي ما فيهوش مغناطه زي مين؟ زي عندك سويتش ريلاكتانس موتور اللي خدناه في الاخر، سويتش ريلاكتانس موتور، ومين تاني؟ السينكرونس ريلاكتانس، ومين تاني؟ والاندكشن موتور نفسه، الاي سي اندكشن موتور، تيار متردد الحسي، تمام. وبعدين السينكرونس موتور او بيسموه ووند روتور سينكرونس موتور، زي الووند سينكرونس موتور ده مستخدم في السيارات الرينو، تمام، الفرنسيه. فده تصنيف في الاول، لان في مواتير بيرمننت ماجنت ممغنطه دائما، وفي مواتير مش ممغنطه اصلا ماجنت فري. زي ايه اهو بيقول لي؟ والله زي التسلا بتستخدم الاندكشن موتور، تمام، او بيسميه بيرمننت ماجنت، بي ام معناها بيرمننت ماجنت، اي سي اندكشن موتور، اي سي يعني تيار متردد، واي ام يعني اندكشن موتور. فالراجل جايب صوره للموتور اهو، الاندكشن موتور ده مستخدم كتير، تمام، في السياره التسلا، تمام، بتاعت تسلا 3. طيب ادي السياره التسلا، ادي السياره، وادي ايه؟ وادي الاندكشن موتور نفسه. فهو هنا بيشرح الاندكشن موتور اي سي. طيب السياره الاودي مثلا بتستخدم برضو بيرمننت ماجنت اي سي اندكشن موتور، وبدا يوريني اجزاء الاندكشن موتور سواء كان موتور واحد بس او اثنين، وايه الخصائص بتاعته ومكوناته. اهو كبرنا اهو، ادي الاودي اندكشن موتور، يبقى ده النوع ده اسمه بيرمننت ماجنت ممغنط دائما، اي سي يعني تيار متردد، تمام، وبعد كده اي ام اندكشن موتور او موتور حسي، تمام. ده بيتكون من الجسم اللي بره اهو، الومنيوم سكويرال كيج، تمام، اللي هو الغطاء الخارجي اللي بره ده او الكفر، وبعد كده الروتور لامينيتد كور، الروتور اللي هو الجزء بتاع العضو الدوار اللي ماشي فينا ها، وبعد كده الروتور شافت نفسه، يعني ده البيت بتاع الروتور، وبعد كده الروتور نفسه. وهنا في كيج رينج ويز فان بليد، فان في مروحه هنا بتركب ورا عشان تغذي او عشان تبرد هذا الروتور. طبعا راح داخل كده وراني الموضوع اكتر شويه، قال لي ادي النقاط اللي انا باخد منها التوصيلات الكهربائيه، الكونكشن باور الكترود،
وادي الاستيتور اللي احنا بنقول عليه الجسم اللي بره الروتر، احنا قلنا اللي جوه الروتر واللي بره اسمه الاستيتور. ستيتور كارير اللي هو حامل الجسم اللي بره ده، والاستيتور لامينيتد كور اللي هو لامينيتد اللي هو ايه واخد زي شريحه يعني، والجروف انسيوليشن جروف يعني فتحه اللي هو العزل ده، العزل بتاع الجروف او الفتحه بتاعته اللي داخل جواها الروتور طبعا. وبيبقى هنا في كفر نحاس، وفي كفر سلايد حته كده بتقفل الكفر اللي بيركب عليه المروحه في الاخر. وده شكل الموتور كله هو وراكب هنا قدام في العربيه تمام بتاعه السياره الكهربائيه. طبعا الشكل ده ممكن تحس ان في راديتور هنا والكلام ده، ده عشان العربيه دي عربيه هايبريد يعني فيها موتور كهرباء وفيها الموتور الديزل بتاعنا العادي. جه بقى برضه راح شفت انت الجدول ده اهو الصغير اهو، كبرناه كده عشان نشوف ايه الكلام، ايه اللي انا عايزه من الموتور؟ انا عايز الموتور تايب. الموتور تايب سواء كان في الفرونت او في الرير، يعني في الامام او في الخلف، هنا نفس القصه. ففي السياره الاودي في سياره اسمها اي ترون، في واحده تانيه اسمها كيو 4 اي ترون. الموتور اللي جواها السياره الاودي دي اي سي اي ام، يعني ايه؟ تيار متردد الترنيتد كارنت اندكشن موتور، اي سي اي ام. طيب الثانيه دي الرير الخلف هيبقى ايه؟ بيرمننت ماجنت سينكرونس موتور اهي. يبقى الاولى اندكشن موتور وهنا ورا اندكشن موتور، هنا قدام اندكشن موتور ورا بيرمننت ماجنت سينكرونس موتور متزامن. وبدا يديني البيك باور يعني اقصى قدره بتطلع من هذا الموتور كام؟ الموتور ليه باور 125 كيلو وات بيك، بي هنا معناها بيك يعني العظمى، اقصى قدره يمكن ان تنتج من هذا الموتور. الخلف ده 140، طيب هنا في الكيو 4 في 80 وفي 150. العزم بقى زي ما قلنا اهو، يبقى انت اللي يهمك نوع الموتور، القدره اللي بتطلع من الموتور كام كيلو وات بيك، واللي يهمك العزم اللي بيقدر يسحب بيه الموتور السياره. فهنا مثلا الاولاني ده اللي هو 247 نيوتن متر، والثاني 314 نيوتن متر وهكذا. يبقى انا لما بقرا الموتور ببص على نوع الموتور، القدره العظمى اللي بتتولد من هذا الموتور او بتطلع من هذا الموتور تمام، وبعد كده العزم. طيب في السياره البي ام دبليو برضه، البي ام دبليو بتستخدم بيرمننت ماجنت تمام. البيرمننت ماجنت ده اهو زي الاي 3 العربيه اللي احنا قلنا انت هتجمع داتا شيت عنها بقى اهو، شايف اهو الباور بالكيلو وات بيك بكام اهي؟ ب 125، والعزم بتاعها 250 نيوتن متر. طيب في بي ام دبليو اي 3، في ام بي ام دبليو اي 4 ركب لها موتور 250 تمام، والعزم بتاعه 430، شايف الارقام اختلفت. طيب السياره البي ام دبليو اي 4 ام 50، لا ده الموتور الباور بتاعته كبرت 400 والعزم بتاعه برضه كبر ب 775. فانت هتروح تلاقي الموديلات المختلفه من الشركات هو بيستخدم انواع مختلفه من مواتير بقدرات وعزوم مختلفه. يبقى احنا هنا شفنا في البي ام دبليو، بي ام دبليو اي 3 سياره كهربائيه، بي ام دبليو اي 4 سياره كهربائيه، بي ام دبليو اي 4 ام 50 سياره كهربائيه. كل واحده الموتور قيمته كام والعزم بتاعه كام؟ المفروض لما تيجي تقرا الداتا شيت بتاع السياره مثلا البي ام دبليو اي 4 تمام، هتروح تلاقي الموتور المستخدم فيها بيرمننت ماجنت قدرته ب 250 كيلو وات والعزم بتاعه ب 420 نيوتن متر. اهو انا خدت بس السلايدات كده كبرتها شويه عشان تبقى عندك المؤدي الموتور بتاعي ماجنت سكيو او بيرمننت ماجنت، وادي شكل الموتور، ادي القدره اللي بتطلع منه 125، ده في حاله الاي، حاله الاي 3 بي ام دبليو اي 3 تمام. ولو انا والله عندي بي ام دبليو اي 4 او بي ام دبليو اي 4 ام 50، ادي القيم بتاعتي، وادي شكل الموتور بالتفصيل بالجزء الداخلي بتاعه بتاع الروتور والستيتور. طيب وبعدين هنا بتكلم على الموضوع الموتور شير، يعني ايه الموتور شير ده اللي هو الشير ماركت؟ يعني حسب بقى ايه كل شركه، يعني مرسيدس بنز بتستخدم موتور اسمه كذا، رينو بتستخدم موتور اسمه كذا، يبقى كل واحده مش شرط السياره يبقى الموتور
مصنوع من نفس المصنع بتاع السياره. يعني في سيارات ما بتصنعش مواتير، بتشتري مواتير وبتركب المواتير دي جاهزه عليها. تمام. الان ويل موتور، الان ويل موتور ده مهم جدا، اللي هو بيركب على العجل اللي هم الاربعه او ثلاثه. تمام. فانا بقدر يكون ليه مزايا وليه عيوب. المزايا من الاخر ان انا اقدر اتحكم في الاربع عجلات، كل واحده مستقله لوحدها، وده بيزود التورك، وان انا اعمل تورك كنترول فور ايتش ويل. يعني انا هقدر اعمل تحكم في العزم لكل عجله لوحديها، لان كل عجله راكب عليها موتور. نو نيد فور ديفرنشال، هم اربعه، فانا ليه اصلا مش هوصل بين اللي قدام دول ببعض؟ فمحتاج ديفرنشال، مش هوصل بين دول، مش محتاج ديفرنشال. كل عجله ادي دي بموتورها ودي بموتورها ودي بموتورها ودي بموتورها. التورك فيكتورنج اند تراكشن كنترول انهانسمنت، تراكشن اللي هو الجر، يعني ان انا حسنت العزم وحسنت عمليه الجر بان انا ركبت موتور مستقل. ان ويل سيستم ار مور افيشنت، اكثر كفاءه، ات هاير لود، يعني لما يكون العربيه وزنها اتقل شويه واركب على كل عجله موتور، ده بيديني ستابيليتي اكتر وبيديني افيشنت اكتر، كفاءه اكتر. تمام. طبعا ده بيديني اقدر اعمل كولينج او تبريد لكل موتور لوحده، ما يبقاش فيه بقى جير بوكس وحاجات بتحك حراره وبتطلع والكلام ده، فبيقلل درجه الحراره وبيديني مساحه اكبر. يعني ممكن احط اي حاجه هنا في المسافه اللي هي بين العجلات، يعني حطيت الموتور جنب العجله فالحته دي بقت فاضيه. تمام. الموتور جنب فالحته بقت فاضيه، مفيش اصلا اكس، بيديني مور سبيس. تمام. المشكله بقى ان هي ممكن يبقى سعرها اغلى، تمام، عن المواتير الواحد او الاثنين او الثلاثه. هنا طبعا بيوريني اللي بيركب على العجله بالتفصيل. فانا عندي الستاندرد ويل والتاير، التاير اللي هو الاطار نفسه، تمام، بيركب عليه حاجه زي الجنط كده اللي احنا بنركبه الجنوط دي، اللي هو الروتور، وبيركب معاه الفلنجه اللي احنا بنسميها البيرنج، وبعدين بيركب ستيتور على الجسم بتاع العجله، ده الستيتور نفسه بتاع الموتور. يعني هو دلوقتي هيجي يركب الحته دي كده اللي ورا، هي الحته دي كده، ده الموتور اللي هيركب على العجله. بيجيب العجله، العجله عباره عن التاير، الاطار نفسه او العجله، والجزء بتاع الروتور الدوار مع العجله، تمام، ويروح مركب عليها الستيتور بتاع الموتور، ويركب معاها باور الكترونكس اللي هي المتحكم بتاع الموتور ده، وهنا بيركب كباستور مكثف، كباستور رينج، حاجه زي المكثف كده عشان تعمل فيض مغناطيسي، ويحط لها بروتكتيف كفر، حمايه، وبقى كده يركب عليها الكليبر او بيسموها البريك كليبر اللي هو الكلاتش بتاع الفرامل، البريك ديسك والبريك كليبر الفرامل. يبقى العجله نفسها ركب عليها الموتور والفرامل اللي بيفرمل ايه؟ العجله دي، وبقت بقى رايحه بقى على الكنترولر بس، والكنترولر هو اللي بيتحكم فيها. تمام؟ فبقي في عندك سنترال موتور اللي هو الواحد لوحده، او على الاقل واحد وواحد هنا، وبعد كده في عندك الان ويل موتور، ان كل عجله ليها موتور. ده تصميمين مختلفين واحنا شفناهم بالتفصيل. طيب الاشكال والحاجات المختلفه من الماجنتيك ديستريبيوشن في الروتور، زي يقول لك الاي دي 4 في الفولكس واجن مثلا، والليف في النيسان ليف، والموديل 3، الموديل 3 دي في تسلا، كل واحده ليها شكل مختلف في المواتير. واحنا ان شاء الله هناخد محاضره ثانيه في موضوع المواتير بالتفصيل عشان تبقى الامور اتظبطت، بس المحاضره دي هدفها ان انت تعرف ان في عربيات كهرباء بموتور واثنين وثلاثه واربعه، وكل واحد ليه ميزه عن الثاني، واسماء المواتير اللي مستخدمه في السيارات الكهربائيه.